يلعب ايفرتون، ايفرتون على الدش شخصات وهدف، واخيرا يسجل انترلاخت في دوري ابطال اوروبا باللمسه الجزائريه، كوره يسجلها هاني سفيان هاني في مرمى بايرن ميشن، يرجع ذكريات رابح ماجر لما سجل في نهائي 87 في مرمى الفريق البافاري. هدف لفريق أنبرلخت، هو أول هدف للفريق البلجيكي في دوري الأبطال. كرة داخل المنطقة تجد سفيان هاني. ينطلق المحاولة من جديد. كرة تابعة من سفيان هاني. واللقاء الخامس الأخير سيكون لقاء برستيج. ماسيمو برونو مكان سفيان هاني. سفيان هاني في مرمى بايرن ميشن، يرجع ذكريات رابح ماجر لما سجل في نهائي 87 في مرمى الفريق البافاري. هدف لفريق أنبرلخت، هو أول هدف للفريق البلجيكي.